يعتبر فلج دارس من أشهر الأفلاج الداودية بالسلطنة وأكبر أفلاج محافظة الداخلية، يصل تدفقه إلى 315 لترا في الثانية، ومياهه ذات جودة عالية. ويوجد لفلج دار الساعدان تبلغ قنوات الفلج الإجمالية حتى شريعة الفلج ما يقارب 7990 مترا. يسهم فلج دارس في ري مزروعات المواطنين من النخيل والليمون وقصب السكر والأعلاف والزراعات الموسمية والخضروات كالخيار والطماطم والبطيخ. العمانيون اهتموا بشق الأفلاك، وذلك نظرا للمكان الذي يعيشون فيه، فقلة الأنهار يتحتم عليهم شق الأنهار الصغيرة وهي الأفلاك. يعتبر فلج دارس من أكبر الأفلاك في السلطنة، إذ تبلغ القناة 5 كيلومتر. ينقسم فلج دارس إلى ساعدين، الساعد الصغير والساعد الكبير. طول الساعد الصغير من عند يفترقن، طول الساعد الصغير حوالي 100 متر و9 أمتار أو 190 متر، يعني تقريبا 190 متر، والساعد الكبير 1.7 كيلو. الساعد الصغير من يعني ياتي من يمين الوادي، والساعد الكبير ياتي من يسار الوادي في من المنطقه التي هي جنوب كمه وتنوف. طبعا هذا الفلج يعتبر من الافلاج الداوديه، ودخل في السنين الاخيره الى منظمه اليونسكو ضمن 5 افلاج من السلطنه. وكذلك طبعا نشكر الحكومه الرشيده على الاهتمام بهذه الأفلاك ومن جملتها هذا الفلك.